فاز شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني في اختتام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. فقد جدد لجين بينغ أمينا عاما لولاية ثالثة للحزب لخمس سنوات في تصويت جرى في جلسة مغلقة، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس المقبل. كما عين جين بينغ مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية ورئيسا للجنة العسكرية المركزية. أفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني السابق هو جين تاو لم يكن بخير حينما غادر بصورة غير متوقعة حفل اختتام المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي. أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة في تغريدة على تويتر لأن جين تاو أصر على حضور حفل الختام رغم حاجته إلى قسط من الراحة، وأنه غادر الجلسة حينما شعر أنه ليس بخير ورفقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. معنا مشاهدينا من بكين فيحاء وانغ شي، صحفية من مجموعة الصين للإعلام. فيحاء أهلا بك. يعني هذا التجديد لولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وهو أول مرة، وهو أول يعتبر غير مسبوق منذ تأسيس هذا الحزب، يحظى زعيم بثلاث ولايات. كيف ممكن قراءته من جانب، وكيف ممكن أن ينعكس على ملفات عديدة داخليا وخارجيا أيضا؟ أهلا وسهلا. نعم، إننا دخلنا في عصر تاريخي جديد، يعني بولاية الثالثة لشي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يعني أعلى دعم في الصين. يعني في داخل الصين فمعظم المواطنين الصينيين العاديين طبعا يرحب بهذه النتيجة ويتطلعون إلى مستقبل أكثر إشراقا برئاسة شي جين بينغ الجديدة. وأما في الخارج، نعم هناك بعض القلق من المجتمع الدولي، مثلا هل ستكون الصين أكثر مخلقا أو أكثر انفتاحا؟ هل ستكون الصراعات بين الصين والولايات المتحدة تتصاعد هكذا؟ نعم، يعني من رأيي الشخصي أعتقد أن في العصر الجديد بقيادة شي جين بينغ ستكون الصين طبعا منفتحة، وكان باب الصين مفتوحا لدول العالم. هو ما أكده شي جين بينغ أيضا، يعني كما ذكرنا هو أول زعيم صيني يحتفظ بالمنصب ثلاث مرات. حسب التصريحات قال بأنه يعني يسعى لكتابة فصل جديد من الاشتراكية، دعا أيضا إلى تحويل الماركسية إلى نموذج صيني ومواصلة كتاب فصل جديد كما قال من الاشتراكية في العصر الجديد. ما الذي نفهمه من هذا أو من هذه التصريحات؟ يعني العصر الاشتراكي الجديد، فطبعا يعني هناك سيوجد بعض التغيرات، يعني الإصلاحات في داخل النظام الحاكم، مثلا تعزيز القوة الحاكمة في الجيش وفي الحكومات، وأيضا تعزيز إزالة تخفيف الفساد في الحكومات، وأيضا يعني مواصلة الجهود في رفع مستوى الشعب الصيني المعيشي أيضا. هل الإصلاحات الداخلية التي قلت عنها تأتي بتعيين حلفاء له في بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية، وهو الذي عين رئيسا للجنة العسكرية المركزية أيضا؟ نعم، يعني في نظام الصين الاجتماعي، يعني الحاكم، فكان القيادة تعمل
بالقرارات الجامعية، فيعني كان يتفقون جميع زعماء الصينيون على قرارات المهمة في الصين. الحزب أدرج لأول مرة في ميثاقه معارضة بكين لاستقلال تايوان، وكما قال المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على الاستقلال وردعهم. ما الذي نفهم من هذا الإقرار والردع؟ ما المقصود به؟ هل ممكن أن يأخذ شكل جديد أو منحى آخر؟ إن موقف الصين حول مسألة تايوان لم يتغير من البداية إلى النهاية، فإن تايوان جزء لا يتجزأ عن الصين. ويعني طبعا يعني نأخذ الطرق السلمية أولا، وإذا لم تنفع الطرق السلمية فلن نتخلى عن استخدام القوة العسكرية. نعم، شكرا جزيلا لك من بكين فيحاء وانغشي، صحفية من مجموعة الصين للإعلام، كنت معنا عبر سكايب.